اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه بتاع النهارده، وهي عن كونديشن اللي عيان بيجي سافرنج من هالوسينيشنز، او احنا شخصناه في هالوسينيشنز. مهم قوي نسال ايه نوع الهالوسينيشنز دي، ايه هل هي فيجوال ولا اوديتوري؟ ليه بقى؟ لان لو فيجوال هالوسينيشنز زي ما انا ايه شايف كده اهوت، ها دي بتسجست اورجانيك كوز حاصل في البرين زي برين تيومر او ايبيليبسي ميتابوليك انكفالوباثي، حاجه اورجانيك فاكتور، يا اما في البرين تيومر او ايبيليبسي كهرباء او ميتابوليك ديرينجمنت حاصله في البودي. لكن لو هالوسينيشن ذات ار برايمرلي اوديتوري اساسا، ده يخلينا دايما نفكر ايه في سكيزوفرينيا تكون هي ايه السبب في المشكله. فيبقى انا عندي يوم عيان بيجي بقى او مشخصين على فيها هالوسينيشنز، ها ده لازم افكر يا ترى دي فيجوال هالوسينيشنز ولا اوديتوري هالوسينيشنز. لو فيجوال هالوسينيشن ابدا اتجه لايه؟ لحاجه مش سايكاتك، حاجه اورجانيك اكتر زي برين تيومر ايبيليبسي ميتابوليك انكفالوباثي الى اخره. لكن لو هي اوديتوري لازم اتجاهي في التفكير يبقى ايه ان احتمالات الايه السكيزوفرينيا. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله.